السلام عليكم أصدقائي الصغار والكبار، رمضان كريم. كيف العادة معكم أخوكم كريش، وهذا اليوم غادي ندير لكم واحد الوصفة سبيسيال. اليوم عندنا الخبز مشفر على الطريقة ديال عيشة مشفر، لا ماشي مسروق، مشفر عنده الشفرة، واليوم الشفرة ديالو هي الكونفيتور عيشة. هنا هذا ديال التوت، اليوم غندير لكم به واحد لاصوص هائله، تاكلوه في الفطور ولا في السحور كيف ما بغيتوا. وبالنسبه للناس اللي كيخيطوا، يا سيدي حتى نتوما تقدروا ديروه في الكود ديال ليكول. تبعوا كريشو انا غنوريكم اش غنديروا. سي تري سامبل، غادي ناخذوا البيضه ديالنا مفقوصه، وغادي نديروا عليها واحد شويه ديال الحليبه، وغادي نديرو قبيصه ديال الملح، وفي هذه الوقيته غادي نسخنوا البوطه ديالنا وندوبوا فيها شويه ديال الزبيده. نشعلوا على المقيله ديالنا، نخليوها تسخن ونديروا فيها واحد شويه ديال الزبيده، ها هي. ودابا نطربوا نعمس هذا الخليط ديالنا. غادي ناخذوا البريوش ديالنا وغادي نقطعوها شرائح. من بعد ما قطعنا البريوش ديالنا، غادي نحاولوا نحطوها في الخليط. تشرب شويه هاد اللعيبه هادي، من بعد ما شربات غادي نحطوها ديريكتومون في المقيله ديالنا بحال هكذا. بعد ما سالينا هادشي، غادي نبقاو نلوحو عليه الطريفات ديال الزبيده باش تحمر لينا القضيه بحال هكذا. من بعد ما تحمروا لينا وتجمروا لينا لي بغيوش ديالنا، غادي نحطوهم هنا يرتاحوا. دابا هنا غنبداو نديروا في لاصوص ديالنا. غادي ناخذوا الكونفيتور ديال التوت ولا الفرومبواز، وغادي نديروا واحد ثلاثه ديال المعالق مقودين نيت هكذا. غادي نزيدوا عليهم الفينيغ بالزاميك باش نديرو بهم واحد لاصوص سبيسيال. غادي نخليوها تعلق مزيان. ودابا غندريسو في الشهيوه ديالنا. غادي ناخذو اون ترونش نديرو عليها لو كولي، ونزيدو لا ترونش الثانيه، نزيدو عليها شي شويه ديال الكولي حتى هي. بهاد الطريقه غنديرو شويه لي بونبون بحال هكذا. ما نساوش السكر كلاسي. هذا الزوم بالمقلوب، اخر لمسه. وديسير، واش من ديسير هذا؟ خلينا من الكوزينه ديال الشيف سيمو، هذا الشيف كريشو بالوصفات ديال العيشه ديال رمضان، وديما في كوزينه كريشو غير بالقليل نعيشو.